إن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم تفرق الصحف ذات اليمين وذات الشمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا يوم تودأ الموازين القسط فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا دنياهم وآخرتهم فأولئك الذين خسروا دنياهم وآخرتهم ومأواهم جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون يقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون يوم ينسب السراج على متن جهنم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوزه العباد بقدر أعمالهم اللهم اجعلنا من المسحرين منه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب اللواء المحمود صاحب اللواء المعقول والمكان المحمود وأرض الله من الخلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم توفنا مع الأبرار اللهم تقبل منا ثيابنا وقيامنا وسائر كل أعمالنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم اللهم تقبل منا صالح الأعمال وارزقنا الإخلاص فيه وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهل قلوبنا وسدد يا رب العالمين ألسنتنا وأسأل ألسنتنا وأسأل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة كل أهل الفتنة ومن فتنة المسيح الدجال اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ذنوبهم ويسر أموالهم ويسر أمورهم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا وارزقنا وعافنا وارحمنا ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الدرجات الأولى من الجنة ونسألك فواتح الخيرات وخواتمها اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المؤمنين بوحدانيتك يا رب العالمين اللهم وفق سلطاننا عمر لخدمة الإسلام والأمة ووفقه يا رب العالمين نائبته الثاني ونائبته الثالث إلى ما تحب وترضى ووفقهم يا رب العالمين لما فيه صلاح الأمة والبلاد والإسلام اللهم جاز بالخيرات على خدماتهم يا رب العالمين اللهم جاز بالخيرات على خدمتهم للإسلام والأمة اللهم آمنا في أولادنا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين اللهم اجمعنا اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد قواتنا أو أراد قادتنا بسوء فأشركه بنفسه ورد عنه كيده في نفسه اللهم عليك لمن أرادنا بفتنة أو فرقة ونعوذ بك من شره يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والربا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن
عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال جنودنا، اللهم أصلح أحوال جنودنا والشرطة، اللهم أصلح أحوال جنودنا والشرطة، اللهم أصلح أحوال جنودنا والشرطة وسائر أهل الدفاع عن الوطن يا رب العالمين، وشرطة المرور يا رب العالمين، وأهل الإسعاف يا رب العالمين، والعمال كبارهم وصغارهم، وخاصة السعداء والقضاة، وخاصة السعداء والقضاة، واجعلنا وإياهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعد علينا رمضان عديدا، اللهم أعد علينا رمضان عديدا، اللهم أعد علينا رمضان عديدا، فتقبل منا سائر أعمالنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم نسألك في هذا المكان أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم بارك لنا في أرضنا، وارزقنا كل شيء من الطعام والتراب يا رب العالمين فيها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين مَنْ نَسَرَ آمين أُبَنْ هَبُو آمين أُبَنْ مُحَمَّدُ آمين مَنْ غَدَنْ فَتَسْكُ آمين أَبَغَدَّمَ آمين أَبَغَدَّمَ بَرْكَةَ أَنْفَانَ اللَّهِ فِيهَا بَرْكَةَ أَنِّي سَلَّى اللَّهِ فِيهَا اللَّهِ مَنْ بَيْثَامَنَ نَبَدُمْ بَدِي اللَّهِ فِيهَا كِبَ سَلَرِي آمين سَلْكِ لُقُوْ أَمَانَ آمين مُؤْمِنٌ سَلْكِ آمين عَدَلٌ سَلْكِ مَغَاجُمْ مَنْ وُلِيَ إِلَى جِدَّ مَنْ أَبْدُمْ إِلَى جِدَّ مَنْ نَامِي أَنْدَا إِلَى جِدَّ كَتَلَ أَوَانِي مَنْ هُرَادَ هَوْلِيُ بَعْمَ مُحَمَّدٍ سَاقِ مَا بَعْمَ اللَّهُ سَمَعَ يَسْمَعُ كَسُوَكَ كَلِيَ بَنْدَوْشِ أَنَاسَ يَعْنَرَ بَعْدَهُ بَعْمَ مُحَمَّدٍ آمين آمين مَنْ نَسَرَ يَا دَمَّ كُلِّهِ السلام عليكم جماعة وديان هذا بيتك وبنجي من جرما من رحم واندي يقاوم وانا رانا من البركة وانا من أزمي لقوانا تلاتون الله وانجي يسكفين وانا الله وانجي يسا aljanna ita ce madawama amin muna kuma godiya malaman mu wa'anda suka cikin wannan wata din suka dauki ɗawainiyar wa'azi da jan hankalinmu ga abubuwan da ya kamata ya wajaba a rayuwarmu to Allah ubangiji ya saka musu da alheri kuma Allah ubangiji يبام لا دنس يا دنس وبكما لك أبو أن نسبة ناس الدم آمين سلكي من قدمانا آمين بايا حكا جماعة منا لغو هذا كي لغو نتي أقوم بعد غو بايا أبوكما دوغا في غو نتي ba za a sami ci gaba da zaman lafiya da walwala ba sai dole an hada kai da gwamnati an bi dokokin da gwamnati ta yi mana yawancin dokokin da gwamnati za ta yi ne ba za ta yi ne saboda ba ta san mu ba sai dai ta yi ne saboda wannan dokokin da muka kafa wa kanmu ita ce hanyar da za ta kawo mana zaman lafiya saboda haka a kiyaye dokoki a kuma hada kai da jami'an tsaro saboda mu sami zaman lafiya da walwala amin amin ku hafu shugaban gabanin tsaro na gwamnati suna jan hankalinmu bisa ga abin da ke gudana shekarun baya da kuma abin da muke ciki a yanzu da kuma irin al'umma da muka samu
a cikin al'umma.